عالم يموج بالكوارث، فيضانات وأعاصير وموجات جفاف، يروح ضحيتها كل عام آلاف البشر، لكن من يقف وراءها هم بشر آخرون زادوا من حرارة الكوكب وأحدثوا به تغيرات مناخية يصعب إيقافها. وبعد سنوات من تحذيرات العلماء لم يعد الأمر محل شك، وإنما أصبح خطراً داهماً يحتاج لأن نفهمه ونسرع في التعامل مع الأزمة قبل أن تداهمنا جميعاً، لأنه التحدي الذي يهدد مستقبل العالم. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تزايد الأعاصير عالمياً، ونستعرض المطالبات بإنشاء نظام قضائي دولي يعزز العدالة المناخية، كما نناقش تأثيرات تغير المناخ على الصحة النفسية. فأهلاً بكم في حلقة جديدة من مستقبل العالم. هنا القاهرة عاصمة الخبر. يفاقم تغير المناخ اندلاع الأعاصير والعواصف الشديدة حول العالم، حيث يشهد المناخ حاليا تزايد موجات الحر ومعها ارتفاع درجات حرارة المحيطات والتي تغير أنماط الطقس وتعزز قوة الأعاصير. وكشفت دراسة حديثة أن التغيرات المناخية تزيد من حدة الأعاصير نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، والتي امتصت خلال السنوات الماضية حوالي 90% من الاحترار الناجم عن انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من استوديوهاتنا في القاهرة الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، ومن تونس عبر زوم الدكتور زهير حلاوي، أستاذ علم المناخ بجامعة تونس. أهلا بكم معنا. بداية دكتور سمير، يعني حدثنا عن علاقة التغيرات المناخية بتزايد ظاهرة الأعاصير التي ضربت العديد من دول العالم خلال الأيام الماضية. أنا ظاهر على الشاشة مفيش صوت. حضرتك سامعني؟ طيب خلينا نروح دلوقتي للدكتور زهير. يعني دكتور زهير، عايزين نتحدث عن علاقة التغيرات المناخية بتزايد ظاهرة الأعاصير في العديد من الدول مؤخرا. هو فعلا ما وقعت ملاحظته منذ بعض السنوات أو أكثر من 10 سنوات الآن، منذ الآن، هو ازدياد في عدد الأعاصير التي تحدث في المحيطات، وخاصة في المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. وهذا العدد المتزايد يرجعه العديد من الباحثي ودارسي المناخ إلى ظاهرة الاحترار العالمي التي يعرفها مناخ العالم، وخاصة ارتفاع في درجة الحرارة الذي يصحبه ارتفاع في رطوبة الجو. فبارتفاع لاحظنا ارتفاع في رطوبة الجو تقريبا ب 7%، وهذا ما يصحبه اذا ارتفاع في درجة الحرارة، وخاصة تزايد عدد العصير، لانه اذا كان عرفنا على عصير هي ظاهرة طبيعية فعلا في الارض، لكنها في الواقع الامر هي محركات حرارية تشتغل بالطاقة، تشتغل بمحركات حرارية تشتغل بالطاقة وتحول تلك الطاقة المختزلة فيها الكامنة فيها إلى حركة، حركة الرياح وتساقط الأمطار بكيفية شديدة إلى غير ذلك. فازدياد درجة الحرارة إذا سيمكن هذه الظواهر الجوية من أكثر طاقة، وبالتالي تزداد حدتها، الحدة القصوى لهذه العصير،
وخاصة ازدياد سرعة الرياح القصوى في خاصة في وقت قصير، لأن يعني هذا المشكل هو ارتفاع في سرعة الرياح الدورانية التي تسحب الأعاصير في شكل في فترة قصيرة، وما مع ما يسحب ذلك طبيعة الحال عندما تهب هذه العصير وتهم هذه العصير المناطق السكنية والمناطق البشرية العمران البشري، فإنها ستؤدي إلى المخاطر التي نعرفها مثل ما رأينا ذلك مثلا في عندما حدث إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقعت وفيات تقارب حتى 1000 أو أكثر من 1000 وفاة. وإذا هذا المرور السريع من إعصار من نوع صنف واحد تقريبا إلى صنف اثنين أو صنف أربعة فهو حد أقصى يكون سريع في وقت قصير، وهذا هو الذي يرجعه العلماء المناخ إلى نسبة كبيرة منها إلى هذه التغيرات المناخية والاحترار العالمي. إذن دكتور زهير، سواحل القارات هي أكثر المناطق المعرضة للأعاصير، كيف يمكن إذن حمايتها والتكيف مع أثار التغير المناخي وأيضا تقليص الأضرار الناتجة عن الأعاصير؟ هو التصدي لهذه الظاهرة على مستويين، مستوى أول هو الرجوع إلى الأسباب الرئيسية لازدياد حدة الأعاصير وعددها في السنوات الأخيرة، أي الرجوع إلى محاولة التخفيض من أسباب الظاهرة أي التغيرات المناخية. وبالتالي نعرف أن ظاهرة التغيرات المناخية في الأساس هي ناجمة عن تزايد الغازات الدفيئة في الجو وناجمة عن نشاط البشر بطبيعة الحال، فعندما نحد من إفرازات الغازات الدفيئة في الجو فإننا بالضرورة سنحد من الاحترار العالمي كما نرغب من ذلك منذ عدة عشرات السنوات منذ الآن، وهذا ما يظهر في القمم العالمية حول التغيرات المناخية مثل ما حدث في سنة فارطة في شرم الشيخ. لكن هذا السبب الرئيسي الأصلي أو العامل الحل الأصلي، لكن هناك حلول نقول متوسطة المدى تتمثل خاصة في تشغيل منظومة المراقبة والتنبؤ بهذه الأعاصير وهي موجودة الآن سواء كان على السواحل المحيط الهادي أو المحيط الأطلسي، تشغيل هذه المنظومة التي تتنبأ وتتوقع وترصد هذه الأعاصير وتحاول أن تعلم قبل وصولها إلى المناطق الآهلة بالسكان، لأنه عند الإعلام المسبق وليكون الإعلام الجيد هناك تخفيف من الخسائر التي قد تنجم عن هذه الأعاصير. إذن دكتور زهير، ما الآليات التي يمكن اتخاذها على المستوى الدولي للحد من الأعاصير وحماية البيئة؟ حينما نتكلم عن ونتحدث عن التكاتف الدولي والمجتمع الدولي. ومن حيث التكاتف الدولي هناك عدة مراكز دولية تهتم بدراسة ورصد الأعاصير، مثلا أكثرها شهرة المركز الوطني الأمريكي للأعاصير NHC الذي يغطي تقريبا سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا في اليابان وفي حتى في عمان هناك مركز جيد لمراقبة وتتبع الأعاصير. إذا هذه المناطق المطلوب فقط هو التنسيق بين هذه المراكز والعمل بشكل مشترك لفهم هذه الظواهر، خاصة نعرفها لا محالة لكن أكثر فهمها وفهم أكثر آلياتها، وبالتالي من بعد ذلك التخفيف من حدتها خاصة ومن الخسائر التي قد تنجم عنها عند وصولها إلى السواحل المأهولة. حضرتك تحدثت عن المرصد الأمريكي للأعاصير بجانب مراكز تنبؤات أخرى في دول أخرى مثل اليابان، إلى أي مدى هذه المراصد يعني تتوقع حدوث أعاصير وتكون كل التفاصيل المتعلقة بهذه الأعاصير دقيقة إلى حد كبير؟ هو هذه المراكز تقدم العلم في هذا المسألة بشكل جيد باعتبار أن هذه المعطيات هذه المراكز سواء كانت أمريكية أو اليابانية أو غيرها حتى في المحيط الهادي والمحيط الأطلسي موجودة هذه المراكز ومعطياتها محينة بشكل جيد، وهي موضوعة على النت بشكل متواصل، فبالتالي يمكن الوصول إليها، لكن فقط هو المطلوب هو التنسيق بين هذه المراكز
من ناحية الأكاديمية ومن ناحية العلمية، أي أنه لا يجب أن تقتصر المعرفة عند مركز أو خبير أو مجموعة خبراء علماء من تابعين لمركز واحد، بل المفروض، وهذا بدأت الأعمال فيه، المفروض هو التواصل ونقل المعلومة بين المختصين في هذه المسألة، لأنه بعد ذلك هو المطلوب هو المرور إلى الإعلام للسكان. فالسكان هذا هي المشكلة المعقدة نوعا ما، أي أنه السكان الذين يكونوا معرضين لهذه المخاطر قد لا يكون رد فعلهم بشكل حيني وجيد، وبالتالي هذا ما يتسبب في الخسائر الكبيرة التي قد تحدث، وهذا ناجم خاصة عن التفاوت بين الدول، فالدول المتقدمة والدول المصنعة التي ليست لها إمكانيات كبيرة من حيث الملاحظة والتنبؤ بالظاهرة وحتى نقل مثلا السكان بشكل سريع والإعلام والتنبؤ بهذه الظاهرة تتفاوت، بينما في الدول المتخلفة أو الدول السيرة في طريق النمو ليست لها الإمكانيات الكافية أولا لمعرفة هذه الظاهرة، ثم حتى للتخفيف من خسائرها والتنبؤ بحدوثها ومرورها، وبالتالي تكون الخسائر أكثر حدة في دول. ولكن دكتور زهير، كانت هناك أضرار جسيمة، سواء نتحدث عن إعصار فريدي الذي شاهدناه مؤخرا أو إعصار إين أيضا، ولكن كيف تكون أو كيف ترى حجم الأضرار والخسائر مقابل الإجراءات الاحترازية المتخذة نتيجة التنبؤات التي يتعرض أو نشاهدها في سواء التلفاز أو الصحف من تحذير عن هذه الأعاصير؟ هو كما قلت معنا المسألة مرتبطة بعنصرين، مثل ما حدث مثلا في إعصار إين وإعصار نورو في الفلبين. لأن عندما يحدث إعصار ويهدد سواحل الفلبين ليس مثل ما هو الحال عندما يحدث إعصار ويهدد مثلا سواحل اليابان وسواحل الاتحاد الأمريكي، فإمكانيات المادية لكلا البلدين تتفاوت، وبالتالي عصير قبل حدوثها وأثناء حدوثها وبعد ذلك التخفيف من الخسائر التي تحدث للسكان المتضررين من هذه الظاهرة تتفاوت حسب البلدان. لذلك يمكن أن نقول أن من المستحسن أن تكون هناك آلية، وهذا مطروح للنقاش الآن، آلية للتعويض أو تمويل المشاريع البحثية والمشاريع التي تهتم بمحاولة معرفة هذه الظاهرة والتصدي لخسائرها. كيف ترى دور الأمم المتحدة، ونحن نتحدث عن التصدي، كيف ترى دور الأمم المتحدة في التصدي لهذه الظواهر المناخية وخاصة الكوارث المناخية أو الكوارث الطبيعية التي لم تصبح طبيعية الآن؟ هو الأمم المتحدة تشتغل من خلال وكالاتها المتعددة، فهناك مثلا نتحدث عن التغيرات المناخية والتي صارت يمكن أقول أنها هي سبب، فالأمم المتحدة تشتغل من خلال الهيئة الأممية حول ملاحظة التغيرات المناخية الـ IPCC التي تقدم تقارير متتالية آخرها مصادر في التقرير السادس الأخير الذي يتحدث عن إمكانية تعقد هذه الظاهرة وتعددها وزيادة حدتها نتيجة التغيرات المناخية. لكن مع الأمم المتحدة هناك بطبيعة الحال هناك هذه الهياكل التي تقترح إيجاد صناديق للتمويل مثل الصندوق الأخضر للمناخ أو صندوق التأقلم مع المناخ. إذن هذه الصناديق والتمويلات الخصوصية للمناخ عموما، ويمكن أن إيجاد صناديق مخصصة خاصة لهذه الظواهر القصوى التي دكتور زهير هل تسمعوني؟ تفضل تفضل. قلت إذن هناك التمويلات التي تصرف وتوجه من خلال الصناديق المختصة في المناخ مثل الصندوق الأخضر المناخ وصندوق التأقلم، ولكنه يمكن اعتماد تمويلات خصوصية لهذه الظاهرة، وهذا طبعا سيكون محل نقاش بين الدول المتضررة والدول الممولة لهذه الصناديق.
دكتور زهير، كيف يمكن دعم الدول النامية في هذا الشأن ومساعدتها من أجل مواجهة هذا الخطر؟ هو خطر يواجه الدول النامية والدول المتقدمة في المقام الأول، ولكن كيف ندعم الدول النامية والتي هي ذو اقتصاد أقل في القوة وذو مستوى معيشة أقل حينما نتكلم عن مستوى المعيشة في الدول النامية؟ إذن كيف يمكن التقليل من التداعيات في الدول النامية؟ هو هذا يرتبط بثلاث عناصر. العنصر الأول هو تحديد مدى هشاشة هذه الدول النامية تجاه هذه الظاهرة، وهذا يتطلب معرفة وبحوث ودراسات متقدمة نوعا ما. ولذلك فإننا عندما نريد أن ندعم هذه الدول على هذا المستوى لابد أن نطور من قدراتها البشرية والعلمية ونقل التكنولوجيا والمعرفة للمختصين في هذه البلدان. ثانيا، هناك عنصر التمويلات وتوفير التمويلات اللازمة لهذه الدول حتى تطور من قدراتها من حيث التنبؤ، ثم بعد ذلك من حيث التخفيف من النتائج والخسائر التي قد تحدث نتيجة هذه الظواهر. والعنصر الثالث هو محاولة الربط والتشبيك المعارف المعارف والمراكز البحثية عن المستوى العالمي انطلاقا من المستوى المحلي، والدماج هذه المراكز في الدول النامية في هذه الشبكة العالمية. دكتور الزهير ابقى معنا، سنذهب الآن للدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ. أهلا بحضرتك دكتور سمير. دكتور سمير، كيف تقيم الوضع المناخي الآن خاصة في ظل الأعاصير التي شهدها العديد من الدول مؤخرا؟ صباح الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم. الحقيقة أن طبقا للقياسات التي أعلنتها المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، فإن تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي قد وصلت إلى معدلات غير مسبوقة. احنا بنتكلم على تركيزات كانت في حدود 280 جزء في المليون في عام 1850، وصلت حاليا إلى الضعف في نهاية شهر مارس الماضي إلى حوالي 421 جزء في المليون، ومن المتوقع أن تصل هذه التركيزات إلى 1000 جزء في المليون بحلول عام 2100. هذا أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي نتيجة أن هذه الغازات وغاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الاحتباس الحراري تعمل على حبس الحرارة الشمسية، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة. المسبب الرئيسي في هذه الارتفاعات هو النشاط البشري، كما أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الأخير، تقرير التجميع السادس الذي تم إصداره الشهر الماضي في سويسرا. فبالحقيقة أن ارتفاع درجات الحرارة له العديد من الآثار السلبية، ونجد أن المحيطات على سبيل المثال تمتص جزء كبير من غازات الاحتباس الحراري حوالي 25%، وتنتج حوالي 50% من الأكسجين اللازم، فالمحيطات والغابات هما رئة العالم. أيضا المحيطات تعمل على امتصاص الحرارة الناتجة عن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بنسبة حوالي 90%. عند امتصاص درجة الحرارة هذه درجات الحرارة هذه تعمل على تسخين المياه السطحية، وبالتالي زيادة معدلات البخر، وتصبح الظروف مواتية لتكوين أعاصير. فالتغيرات المناخية الحقيقة أدت إلى توحش وزيادة القوة التدميرية للظواهر الطبيعية، احنا نسميها الاحداث المناخيه الجامحه. نجد ان موجات برد شديده جدا او موجات حر شديده جدا او اعاصير شديده جدا لم تكن معهوده خلال العشرين سنه الماضيه. كان هناك او شهدت الكره الارضيه
ستة من أصل سبعة أعاصير شديدة وشديدة التدمير. أيضا التغيرات المناخية وزيادة درجة الحرارة تعمل على ذوبان الكتل الجليدية في القطبين، وبالتالي هذه المياه الزائبة تعمل على ارتفاع مستويات سطح البحر ومهددة دكتور سمير، إذا تحدثنا للمناطق. بالتحديد عن الأعاصير، حضرتك ذكرت أن السبب الرئيسي للأعاصير هو النشاط البشري الذي يكمن في الانبعاثات والتي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هل من نشاطات بشرية أخرى أو سلوكيات بشرية أخرى تتسبب بشكل ما أو بآخر في هذه الحرارة في المحيطات وبالتالي تؤدي إلى الأعاصير؟ السبب الرئيسي هو التغيرات المناخية وزيادة انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري. الأنشطة البشرية غير المسؤولة وزيادة الحرق من غازات الوقود من الوقود الحفري متمثلة في الغاز والبترول والفحم، هذه الأنشطة تؤدي إلى زيادة التركيزات هذا النوع من الغازات، وهذا التركيز يؤدي إلى زيادة القوة التدميرية للأحداث الطبيعية اللي هي زي موجات الحر الشديد والأعاصير والموجات البرد الشديد، وبالتالي العلماء يرون أن نسب التركيزات التي الحالية لغازات الاحتباس الحراري والمتوقعة خلال الفترة القادمة تماثل ما كانت عليه كوكب الأرض منذ ملايين السنين التي أدت إلى انقراض الكائنات الحية والتأثيرات التدميرية الشديدة التي واجهت كوكب الأرض. إذن الانبعاثات وحرق الوقود هما السببان الرئيسيان، إذا كيف تعمل الأمم المتحدة حاليا يا دكتور على مواجهة هذا الأمر والتقليص من أضرار الأعاصير وحدوثها في المقام الأول؟ الأمم المتحدة تعمل منذ ما يقرب من 30 سنة، يعني حوالي من 1990 تقريبا، يعني في قمة الأرض في ريو دي جانيرو تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وهي الاتفاقية المسؤولة عن متابعة ومناقشة موضوعات التغيرات المناخية وأثرها السلبية على النظم الإحيائية على كوكب الأرض. أيضا هناك اتفاق بروتوكول كيوتو الذي تم الاتفاق عليه سنة 97 ويهدف إلى إلزام الدول الصناعية المسبب الرئيسي في هذه الظاهرة وظاهرة الاحتباس الحراري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بخفض انبعاثاتها بنسب معينة بحلول سنة 2012، لكنها لم تلتزم بهذا الأمر. وثم جاء اتفاق باريس للمناخ سنة 2015 بهدف الحد من ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي لما دون 1.5 درجة مئوية، ولكن للأسف الشديد كما أشار أيضا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وأشارت التقارير العلمية أن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ اتجاه زيادة الانبعاثات وزيادة درجات الحرارة. فالأمم المتحدة تعمل جاهلة، ولكن عدم توافر الإرادة السياسية لدى العديد من الدول، بعض الدول النامية ترى أن لها الحق في النمو وأن تصبح دولا متقدمة صناعية، والدول الصناعية المسبب الرئيسي في المشكلة والمسؤولية التاريخية لديها ترى أنه يجب أن تتضافر كافة الجهود من أجل إيجاد حلول، فالحلول متمثلة في الحد من حرق الوقود الحفري والتوجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة وتدوير المخلفات وعمليات التشجير. هناك الحلول معروفة، لكن زي ما قلت الإرادة السياسية لدى الدول غير متوفرة. دكتور سمير، دعني أذهب لدكتور زهير، ولكن ابقى معنا. دكتور زهير، كنا نتحدث عن الآثار السلبية للأعاصير والأعاصير التي حدثت هذا العام بالتحديد مثل أعصار فريدي، ما توقعات حضرتك لما سيحدث في ربما الشهور المقبلة أو الأيام المقبلة من تغيرات في المناخ وربما كوارث مناخية محتملة؟ التوقعات التي لا يمكن ان تكون هناك توقعات بشكل دقيق، لانه في علم المناخ توقعات نسبيه نوعا ما، وخاصه اذا كانت من على المدى المتوسط او البعيد،
لكن يمكن ان نقول ان ما نلاحظه من خلال تقارير، على الاقل تقارير الاي بي سي سي، تقول هناك طبيعه حال ازدياد في عدد الاعاصير، وهذا بدانا نلاحظه مثلا في المعدل في المحيط الاطلسي، معدل عدد الاعاصير في السنه متوسطه القوه تقريبا 10، لاحظنا في سنوات 2000 بعد اخيرا وصلنا حتى 27 اعصار في سنه واحده. ايضا ما نتوقعه هو تزحزح مجال نشاط الاعاصير نحو الشمال، خاصه في المحيط الاطلسي، اي انه لا تقتصر العصير على المجال المعهود لها، اي النطاق البيمداري تقريبا، فيمكن نتيجه الاحترار العالمي في وخاصه ارتفاع درجه حراره المياه المحيطات انها تشمل مجالات غير معهوده بهذه الظواهر. ايضا الامتداد الزمني لهذه الاعاصير، ففي العموم كانت الاعاصير تقتصر على فتره بين شهري 6 و10 في النصف الشمالي الكره الارضيه في المحيطات الشماليه، يمكن ان تمتد مجالها الزمني الى قبل هذه الفتره، او يمكن تواصل بعد شهر 10. اذا تلاحظين ان التوقعات التي نلاحظها هي من حيث الامتداد المجالي خاصه، وهذا بطبيعه الحال له انعكاسات خطيره جدا، باعتبار انه المجالات التي لا تعرف ولا لم ليست متعوده على وصول هذه الاعاصير لها ستكون غير مؤهله وتكون هشه تجاه هذه الاعاصير، بالاضافه الى الامتداد الزمني الذي سيجعل من هذه الاعاصير خطر حاد على النشاط البشري عموما، وخاصه وجود النشاط البشري على السواحل. دكتور زهير، دعني أذهب لدكتور سمير. دكتور سمير، حضرتك ذكرت منذ قليل أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ذكر وقال أننا نتجه نحو الطريق الخطأ، إذا ما توقعات حضرتك لما سيحدث أيضا في هذا العام من كوارث مناخية؟ العالم يعمل على مواجهة التغيرات المناخية زي ما أشرت من 1990، وعقدت العديد من الدورات في الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ربما أولها في ريو دي جانيرو وآخرها في شرم الشيخ، والدورة القادمة رقم 28 تعقد في دبي في الإمارات. الدول تحاول جاهدة في إطار عملية تفاوضية شديدة التعقيد في محاولة لإيجاد حلول لظاهرة التغيرات المناخية، سواء من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وما نسميه تخفيف الانبعاثات، او من خلال التكيف مع الاثار السلبيه لتغير المناخ على النظم الاحيائيه المهدده، سواء قطاع الميه او قطاع الزراعه او قطاع السواحل او غيره. التوقعات الحقيقه للاسف الشديد طبقا للتقارير العلميه التي اصدرتها الهيئه الحكوميه المعنيه بتغير المناخ مؤخرا في شهر مارس الماضي، تشير الى الاستمرار في زياده الانبعاثات، وبالتالي الاستمرار في ارتفاعات درجات الحرارة الغلاف الجوي، وتأثر العديد من النظم الإحيائية بالآثار السلبية لتغير المناخ. فالحقيقة التوقع حدوث فوضى مناخية خلال المرحلة القادمة إن لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة وناجزة من أجل الحد من هذه الانبعاثات. هناك العديد من التحديات التي تواجه العمل المناخي الحقيقة، يأتي في مقدمتها كما أشرنا الإرادة السياسية، ثم بعد ذلك عملية التمويل العمل المناخي سواء تخفيف انبعاثات أو تكيف. فالدول الصناعية، الدول المانحة التي يقع عليها على عاتقها مسؤولية حل المشكلة، لا ترى أهمية في تمويل الدول النامية بالقدر الكافي. هناك مطالبات بتوفير ما قيمته 100 مليار دولار منذ عام 2009 في دورة كوبنهاجن في المؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ومن 2009 حتى الآن لم يتم توفير هذه المبالغ. الدول النامية ذات الاقتصاديات الضعيفة والهشة التي لا تتحمل الآثار السلبية لتغير المناخ
تأتي التغيرات المناخية لتزيد آلامها وتزيد تحدياتها الاقتصادية، وبالتالي فهي تحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي من أجل التعامل مع هذه الظواهر. التغيرات المناخية لها آثار سلبية شديدة تزداد على الدول التي الدول النامية والأقل نموا، وبالتالي يجب أن يكون هناك توفير تمويل وتكنولوجيات وبناء قدرات من أجل التعامل مع هذه الظاهرة وهذه المشكلة في الدول النامية. الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، كنت معنا من استديوهاتنا في القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومن تونس عبر سكايب الدكتور زهير حلاوي، أستاذ علم المناخ بجامعة تونس، شكرا جزيلا لحضرتك على كل المعلومات. تسعى الحكومة التونسية لاحتواء أزمة نقص المياه التي خلفتها سنوات الجفاف الطويلة، حيث لجأت وزارة الفلاحة إلى إقرار إجراءات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة، فمنعت بعض الزراعات المستهلكة للمياه وفرضت نظام حصص على الفلاحين لري الزراعات الاستراتيجية، إلى جانب إجراءات أخرى تحاول من خلالها الحفاظ على مخزونها من المياه الذي وصل إلى مستويات حرجة. مراسلتنا في تونس نسرين رمضاني تستعرض بعض ردود الأفعال حول هذه الإجراءات الجديدة. اتخذت وزارة الفلاحة في تونس إجراءات جديدة في إطار إعلان حالة الطوارئ المائية بتقييد استعمال المياه في بعض الزراعات. داخل الاتحاد التونسي في الحصن البحري كنا نبهنا منذ أشهر إلى الأزمة اللي قاعدين نعيش فيها في المياه الري بالأخص، وكذلك حتى في مياه الشراب. اليوم تغيرت المناخية، شح الأمطار خلت لأنه عديد مناطق السقوية بل 100% مناطق سقوية مغلقة، هذا اللي زاد أثر على الخضروات. كذلك اليوم نقص الأمطار أثر على موسم الحبوب، اليوم فما تأثيرات كبيرة على كل القطاعات. موسم حبوب لن يتعدى 2.5 مليون قنطار، يعني نقول نحن موسم ضعيف جدا. كذلك اليوم فما عديد المربين متاع الأبقار متاع الأغنام ما لقاوش حتى منين يسقيوا البقر متاعهم والغنم متاعهم. يؤكد الخبراء أن الخطة الحكومية باتت ضرورة لا مفر منها في ظل أزمة الجفاف التي تخنق البلاد. إن الأوان في تونس لمراجعة خيارات بعض المحاصيل التي تعتبر استراتيجية، يعني هي استراتيجية لأنها تساهم بعائدات مهمة من العملة الصعبة، لكن من جانب آخر هي محاصيل مستهلكة وناهمة جدا للمياه. ومع الوضع المناخي في تونس الصعب نوعا ما، بات من الضروري إعادة نظر وإعادة تقييم بعض الخيارات التنموية التونسية المتعلقة بالفلاح. أمام حالة الإجهاد المائي أصبحت الأولوية في البلاد لتوفير مياه الشرب بدرجة أولى، ثم الزراعات الاستراتيجية بدرجة ثانية. يعلو صوت الفلاحين في تونس هذه الفترة للتحذير من أسوأ السيناريوهات التي تنتظر الموسم الزراعي تزامناً مع أزمة المياه بسبب طول فترات الجفاف. في المقابل تسعى الحكومة لاحتواء الوضع بإقرار الإجراءات اللازمة من ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي بضرورة الحفاظ على الماء. من تونس نسرين رمضاني، هنا القاهرة عاصمة الخبر. ناقشنا الأسبوع الماضي تأثير التغيرات المناخية على ظهور أوبئة وأمراض، لكن الصحة النفسية والعقلية للبشر أصبحت مهددة أيضا نتيجة تلك التغيرات، حيث تشير الدراسات العلمية في السنوات الأخيرة إلى ظهور ما يسمى بالكآبة والقلق البيئي، ما دفع علماء الطب النفسي للاهتمام بدراسة آثار التغير المناخي في السنوات الأخيرة. للمزيد حول هذا التأثير على الصحة النفسية ينضم إلينا عبر زوم من العاصمة الأردنية عمان دكتورة لينا عاشور، رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا الأمريكية. أهلا بحضرتك يا دكتور. بداية، ما هي أهم تأثيرات التغيرات المناخية على الصحة النفسية؟ أهلا فيك يسعد صباحك. الحقيقة التغيرات المناخية لها تأثير على نواحي مختلفة في حياتنا، وهذا التأثير يظهر بشكل واضح على الصحة النفسية، بحيث أنه التصحر والاختلاف المناخي وارتفاع درجات الحرارة والكوارث والفيضانات الطبيعية واختلاف منسوب المياه، أثبتت الدراسات أن كل هذه التغييرات
تزيد من درجة العنف، تزيد من معدلات الاكتئاب والقلق، تزيد ويرتفع أيضا معها معدل الانتحار، وهذا مرتبط بتداعيات هذه التغيرات المناخية، لأن هذه التغيرات تؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية والحالة البيئية للمجتمع، مما بدوره يؤثر على الحالة النفسية. ففي الحقيقة هناك الكثير من الارتباطات بين هذه التغيرات وبعض حتى الاضطرابات العقلية الشديدة واضطراب ما بعد الصدمة الذي يتبع حدوث الكوارث، الفيضانات والتغيرات التي تحدث في الأرض. كيف يتم إذن التعامل مع هذه الحالات يا دكتور، وما هي طرق معالجتها؟ في الحقيقة الاتفاق بين جميع الجهات المعنية كان على القيام بما نستطيع القيام به لإحداث التغيير ولنقوم بعملية التكيف. إحداث التغيير يمكن إحنا كأخصائيين للصحة النفسية لا نستطيع أن نقوم بتغييرات مرتبطة بالسياسات الدولية، ولكن على نطاق الأفراد إحداث التغيير في الممارسات الفردية عند الأفراد يسهم ويجعلهم يشعرون أنهم جزء من عملية التغيير، وهذا من شأنه أنه يساعد في تحسين الصحة النفسية. أما من ناحية التكيف فهناك الكثير من الأمور تستطيع الدول القيام بها والأفراد من أجل رعاية هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو مشاكل نفسية مرتبطة بالتغير المناخي. الوضع الاقتصادي ووجود المشكلات الاقتصادية تأثر بشكل كتير كبير على القلق والاكتئاب والتوتر، فمن المهم جدا أولا على السياسات في الدول النامية والمتقدمة تقديم قدر أكبر من الرعاية وفرص أكبر للأشخاص الذين يعانون من أي مشكلات نفسية، بالإضافة لأنه المشكلات الجسدية مثل التغيرات أو الأمراض في الأوعية الدموية أو في القلب أو في غيرها من هذه الاضطرابات أيضا تؤثر بشكل كامل على الصحة النفسية. الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات جسدية متوقع أنه يعانوا من قلق وخوف واكتئاب، فإذا تم العناية بالصحة الجسدية تمت العناية بالسياسات المرتبطة بالحد من الانبعاثات الحرارية أو الغازات الدفيئة أو زيادة تنظيم الاستهلاكات للمياه وتوفيرها والعناية بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، هذا من شأنه أنه يشعر الشخص أنه يستطيع أن يتفاعل مع الآخرين، يستطيع أن يخرج. التغيرات المناخية بترفع درجة الحرارة، فالأشخاص بحسوا أن الدنيا شوب صعب أنهم أو بيصير في تغيرات حرارية كثيرة، درجة حرارات مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، فهذا بقلل من تفاعل الأشخاص مع الآخرين. فبالتالي عندما يصبح هناك فعل جاد من أجل التغيرات المناخية الأشخاص يصبحون أكثر رغبة في الخروج والتفاعل مع الآخرين، مما يحسن الصحة النفسية. دكتور، هل تتزايد أثار التغيرات المناخية بالبلدان النامية أكثر من المتقدمة؟ في الحقيقة دائما تعاني الدول جميعا من المشكلات المرتبطة بالصحة النفسية، لكن في الدول النامية المشكلة تكون ليس فقط في عدم توفر التمويل الكافي لرعاية الصحة النفسية، ولكن أيضا في عدم توفر التمويل الكافي لنشر الوعي النفسي ونشر أهمية التحسن والتغيرات المناخية في وأثرها على الصحة النفسية، لأن يمكن علم النفس المناخي هو علم جديد، وربط التغيرات النفسية والاضطرابات النفسية بالتغيرات المناخية هو شيء لا يوجد وعي كثير لإله. فهذه المشكلة تظهر أكثر في الدول النامية، لا يوجد الوعي الكافي، لا يوجد الاهتمام الكافي بهذه التغيرات، لا يوجد الدراسات الكافية والأبحاث الكافية لربط الصحة النفسية بالتغيرات المناخية، وبالتالي الأشخاص المهتمون بالصحة النفسية في هذه البلاد من أخصائيين نفسيين أو أطباء نفسيين ما بوضعوا وزن كافي لهذه التغيرات وأثرها على الصحة النفسية، لأن هناك
من المتعارف عليه أن هناك أنواع من الاكتئاب مرتبطة بالضوء والشمس ودرجة الحرارة والتعرض للطبيعة والخروج بالشمس، وأيضا هناك ارتباطات عالية للقلق والتوتر. طب سريعا يا دكتور، ما أبرز الدول التي ظهرت فيها الآثار النفسية نتيجة التغيرات المناخية؟ أنا ما سمعت السؤال. ما هي أبرز الدول التي ظهرت فيها الآثار النفسية للتغيرات المناخية؟ الدول؟ نعم، لو نقدر نحدد بعض الدول، أبرز الدول التي ظهرت فيها حالات تأثرت بشكل كبير نفسيا نتيجة التغيرات المناخية. نعم، في الحقيقة التغيرات المناخية بتأثر على الاحتباس الحراري، فبالتالي بتصير مجموعة من الكوارث، سواء الحرائق أو الفيضانات أو انحسار المدن. وهذا أي دولة تعرضت لكوارث طبيعية نتيجة التغيرات المناخية، فإحنا بنتوقع أنه يظهر عندهم اضطرابات اكتئاب وقلق واضطرابات ما بعد الصدمة، والمرتبطة بالتهجير والصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية. أيضا هناك الكثير من الاضطرابات العقلية والمظاهر السيكوزيس، يعني الذهانية، اللي مرتبطة أيضا بالأشخاص أو بالكوارث والصدمات للأشخاص الذين يتعرضون لهذه التغيرات المناخية. إذا نتمنى حالة نفسية أفضل لكل المتضررين من التغيرات المناخية. الدكتورة لينا عاشور، رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا الأمريكية، كنت معنا من الأردن، شكرا جزيلا لحضرتك. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً تاريخياً بشأن تحديد التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، الذي وصفته بأنه تحدٍ لم يسبق له مثيل. وبموجب هذا القرار الصادر في نهاية مارس الماضي، يتعين على محكمة العدل الدولية إبداء رأيها حول واجبات الدول في مجال مكافحة تغير المناخ ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تفاقم الظواهر المناخية مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف. إذن ماذا يعني هذا القرار؟ وهل يمكن لسيادة القانون ضمان تنفيذ الدول التزاماته المناخية والمساعدة في تحقيق حياة عادلة ومستدامة للجميع؟ هذا ما سنتعرف عليه من ضيفتنا باستديوهاتنا بالقاهرة، الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي. أهلا بك أستاذة. دكتورة نورهان، يعني ما أهمية القرار الأممي الأخير؟ الحقيقة صباح الخير. أولا الحقيقة أحب أشير إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. في مارس في قرار تاريخي زي ما حضرتك أوضحتي، وهو يعني إعطاء الاختصاص لمحكمة العدل الدولية بأن هي تنظر القضايا المتعلقة بالمناخ. الفكرة بس أنه من المهم جدا أن احنا نشير أن الفكرة ما كانتش جديدة، ولكن الطرح هو اللي مختلف المرة دي، خاصة وأن الفكرة طرحت أول مرة في مؤتمر عالمي للمحامين المتعلقين أو المتخصصين بشؤون البيئة في 2011، وكان تمهيدا لقمة ريو. ثم عمل على هذا الأمر وابتدينا أن احنا نشتغل عليه، فبالتالي كان في طلاب في إحدى الجزر المحيط الهادي اشتغلوا على هذه الفكرة، ولكن تبنتها الحكومات بشكل واضح جدا أمام الجمعية العامة، مما أعطى إلى الجهاز الأساسي أو الرئيسي القضائي للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية أن هي تنظر بعض المسائل أو بعض القضايا التي ربما تطرح من الدول ضد بعضها البعض فيما يتعلق بتداعيات المناخ أو التغير المناخي، أخذين في الاعتبار أن سيادة القانون طبعا موجودة، ولكن من المهم جدا أن احنا نشير أن مفهوم القانون الدولي يختلف عن مفهوم القانون الوطني أو الداخلي، وبالتالي أخذين في الاعتبار سيادة الدول فيما يتعلق بالمنازعات وإلزامية قرارات وفتاوى
محكمة العدل الدولية. أيضا محكمة العدل الدولية لديها وظيفة أخرى إلى جانب الفصل بين الدول في المنازعات القانونية، نقطة مهمة جدا وهي إعطاء أو إبداء الفتاوى والأراء الاستشارية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وده اللي أنا أتصور أنه في الفترة الجاية هيكون في عمل أكثر من الطلبات التي ستقدم من الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة لمحكمة العدل الدولية. دكتور نورهان، هل هناك حاليا أدوات قانونية لمعالجة أزمة غياب العدالة المناخية؟ خلينا نتفق على نقطتين. النقطة الأولانية مما لا شك فيه أن هناك قواعد قانونية واتفاقيات دولية وعرف دولي موجود بينظم المسائل المتعلقة بالبيئة بشكل عام. إنما في أنا بتصور بشكل شخصي أنه 2007 أصبح نظرة شراح القانون وفقهاء القانون الدولي مختلفة شوية لمسائل التغير المناخي، وخاصة وإن في تصاعد و يعني سرعة وتيرة التداعيات المتعلقة بمسائل التغير المناخي. وبالتالي أنا ما أقدرش أنكر ولا أي حد ينكر أن هناك طبعا قواعد قانونية على المستوى الدولي، هناك اتفاقيات وبروتوكولات وهيئات كمان مؤسسية سواء حكومية أو غير حكومية إلى جانب المؤسسات التي تبع أو الوكالات التي تتبع الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة، وهناك عقوبات أيضا. ولكن النظرة إلى العدالة المناخية هي اللي أصبحت مختلفة، خاصة وإن إحنا النهاردة لما بنتكلم عن العدالة المناخية هنلاقي أن هناك هل نعتبر أن العدالة المناخية هي مزيج بين التغير المناخي وتداعياته وحقوق الإنسان، أم هي الخسائر والأعباء خلينا نقول المسؤولية المشتركة، ولكن لابد وأن تكون متباينة حتى نحقق عدالة مناخية. فبالتالي من المهم جدا إن إحنا نشير إلى أن هناك اتفاقيات متعلقة بالتغير المناخي، ولكن إذن ما هو مفهوم العدالة المناخية برأي حضرتك؟ ما هو المفهوم الدقيق للعدالة المناخية؟ هذا أم ذاك؟ خلينا نقول لغاية دلوقتي احنا ما عندناش مفهوم لا دقيق ولا متعرف عليه، وهذا ما ينتقص من بعض الاتفاقيات. يعني عشان كده بنقول انه اتفاقية الامم المتحدة الإدارية للمناخ واتفاق باريس لم يتعرض للعدالة المناخية بشكل موحد ويونيفايد، يعني ما فيش تعريف موحد، وبالتالي دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا كقانون دولي وكمان بالنسبة لمحكمة العدل الدولية لما هتيجي تتحدث أو تنظر نزاعات أو تفصل في بعض النزاعات. من المهم جدا أن احنا نقول أن هي يجوز الاثنين. لو حضرتك بتسأليني عن رأيي الشخصي، هو يجوز أن يكون طبعا حق من حقوق الإنسان مما لا شك فيه، وبنعتبر الحقوق البيئية هي الجيل الثالث من حقوق الإنسان وتسمى أيضا بالحقوق الخضراء. أيضا هي المسألة البالانس أو التوازن في المسألة فيما يتعلق بالمسؤولين عن الانبعاثات الحرارية والوقود الأحفوري وما إلى آخره من تداعيات متعلقة بالمناخ. وبالتالي العدالة المناخية لابد وأن تنظر إليها الاتفاقيات الدولية والإرادة السياسية الدولية من الحكومات، إنها تنظر إليها نظرة أكثر تعمقا بشكل من التفصيل، ويكون لديها نوع من الاتفاق فيما بين الرؤى بين الدول المتقدمة والصناعية والدول النامية. ما هي أبرز التوصيات والفتاوى المنتظر صدورها من محكمة العدل الدولية فيما يخص قضايا المناخ؟ خليني أتفق مع حضرتك بداية أن محكمة العدل الدولية لديها وظيفتين زي ما قلنا، هي الفصل فين المنازعات، وأيضا فيها جزئية تانية وهي تقديم الاستشارات إلى أجهزة الأمم المتحدة. طيب إيه اللي أنا بتوقعه في الفترة اللي جاية؟ مش قبل سنة من النهاردة هنلاقي أن هناك بعض الدول تتقدم في مواجهة الدول الأخرى فيما يتعلق بخرق الاتفاقيات الدولية. يعني ده مش جديد على محكمة العدل الدولية، وأنا شايفة أن في بعض
الموضوعات المتعلقة بالبيئة طرحت بالفعل أمام محكمة العدل الدولية، وحنلاقي ده يرجع إلى مثلا على سبيل المثال على ما أتذكر أن هناك قضية نظرت من أستراليا ضد اليابان في 2010 مايو 2010 أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بسيد الحيتان، وهي متعلقة باتفاقية متعلقة بالبيئة محددة بالنسبة للصيد وطرق الصيد وكيفيته وحماية الحيتان في هذا الأمر، وتدخلت فيها بالمناسبة نيوزيلند. فبالتالي أنه أنا أتصور أنه في الفترة اللي جاية هيبقى في طرح من بعض الدول، خاصة الدول الأكثر تعرضا لهذا والتي لم تكن مساهمة في الانبعاث الحراري بالشكل اللي احنا بنشوفه من الدول المتقدمة والصناعية. إنما أنا أتصور الأكثر أهمية في هذا في التوقيت ده هي تقديم أو تقدم الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة بالرأي الاستشاري الفني القانوني في الاتفاقيات الموجودة حاليا، وأين هو القصور وما نريد أن احنا نشوفه في الفترة الجاية، لأن اتفاق باريس يعتبر إلى جانب طبعا الاتفاقية الأممية أو اتفاقية الأمم المتحدة الإتارية اللي بنعتبرها حجر الزاوية، إلا أن اتفاق باريس كان أكثر دقة في بعض المسائل، ولكن ما زال إحنا محتاجين العمل أكثر من ذلك من شراح القانون الدولي ووضعي القانون والاتفاقيات، وأن تكون هناك إرادة سياسية من جانب الدول فيما يتعلق بهذا. وبمناسبة العدالة المناخية اللي حضرتك أشرت إليها، هنلاقي إن أشيرت إليها في الاتفاقية الإتارية للأمم المتحدة في تحت مبدأ الإنصاف. فبالتالي احنا النهاردة علشان نقدر نقول ايه اللي احنا هنتوقعه او ان احنا نشوفه من محكمة العدل الدولية، انا اتصور من اهمهم طبعا العدالة المناخية وكيفية آليات أو وضع آليات، وده القصور بالمناسبة، آليات المساءلة بالنسبة للدول. المسؤولية المشتركة المتباينة هتكون شكلها عامل إزاي، آليات التمويل هتكون عاملة إزاي، كيفية التعويضات والتكيف هيكون عامل إزاي. دي مسائل مهمة جدا أنا أتصور أن محكمة العدل الدولية ممكن تتقدم بيها كنوع من الآراء الاستشارية، التي هي بالمناسبة ليست ملزمة إلى آراء أو إلى المحاكم الوطنية. الدكتورة نورهان موسى أستاذ القانون الدولي كنت معنا من استوديوهاتنا في القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من مستقبل العالم، ولقاؤنا يتجدد الخميس القادم في 10:00 صباحا، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.